هناك اتهامات بين حماس وفتح بالنسبة لصفقة القرن، لكن يقال وفق الطرف الأمريكي والعاهل الأردني كان لدى ترامب أنه كان الضغوط جمة على الأردن لقبول هذه الصفقة، وعلى ما يبدو هناك تخوف حقيقي بأن تمرير هذه الصفقة قد يثير احتجاجات في الأردن من قبل فلسطيني الأردن. ثلاث نقاط. أولا لا يوجد خلاف داخل القيادة الفلسطينية ولا داخل حركة فتح فيما يتعلق برفض صفقة القرن، ولا يوجد صوت واحد لا في الشارع الفلسطيني على مستوى الشارع الفلسطيني ولا على مستوى الهيئات ولا على مستوى أي مستوى من المستويات قبل بصفقة القرن أو سيقبل فيها. المسألة الثانية الخلافات بين حركة حماس حول صفقة القرن، لا يوجد أي خلاف بين موقف حركة حماس وموقف السلطة الفلسطينية، ولكن هناك مناكفات، دعني أقول مناكفات لها علاقة بالإجراءات المتخذة على قطاع غزة. هذه الإجراءات يجب أن توقف، كلنا متفقين على أنها يجب أن توقف، وهناك كان اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح ولجنة تم تشكيلها خاصة لبحث هذا الموضوع، وقدمت توصية إلى الحكومة الفلسطينية والأخ الرئيس بإنهاء هذه الإجراءات فورا. هذا يأتي كله في إطار هذا الموضوع، في إطار الموضوع. أنا يعني أعلنت موقف واضح أكثر من مرة في هذا الموضوع، حركة حماس في وضع صعب عليها، وتضع الشعب الفلسطيني في وضع صعب أيضا، عليها أن تعلن موقفا واضحا فيما يتعلق بتمكين الحكومة الفلسطينية من العمل في قطاع غزة وإنهاء هذا القسام مرة وللأبد، وعلى حركة فتح أيضا أن تدرك بأن كل هذه الضغوطات المتعلقة، أو خلينا أقول السلطة أكثر من حركة فتح، كل الضغوطات المتعلقة بأنه هناك هذا سيجعل حركة حماس تتراجع إجراءات أو غيرها، هذا غير مفيد، هذا لن يؤدي شيء. لا، الراتب حق ويجب أن يمنح لكل. النقطة الأخيرة الأردن في وضع كتير يعني حساس، ولذلك الموقف الأردني عندما يتخذ يقاس بميزان من الذهب. المكونات الداخلية للمجتمع الأردني مكونات خاصة، وأنا أعتقد أن الأردن الرسمي والأردن الشعبي لن يقبل بصفقة القرن. بجملة واحدة. اللي بيحدد على جدول الأعمال ولا أجندة الفلسطينية في وسائل الإعلام هي حركة حماس ومش السلطة الفلسطينية. مين سمع على السلطة الفلسطينية في الوقت الأخير؟ ولا واحد. بس حماس بتحدد شو بيكون العنوان بكرة. هيك.